الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أول الأولين وآخر الآخرين، جامع الخلائق يوم الدين، فالحاكم بينهم بحكمه وهو أحكم الحاكمين. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الله ربي لا أريد سواه، هل للوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصرم قدسه، والنمل يخطف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم وشرف وكرم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك ومصطفاك سيدنا محمد كما صليت على وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة أولاً بتقوى الله تعالى وطاعته، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. ومن أهمل التقوى وضيع أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يثيب إلا عليها، قد فاز المتقون والعاقبة للمتقين. أيها العباد، ولا يتوصل إلى رتبة التقوى لله عز وجل إلا بتحقيق رتبة الإيمان، ولا يتحقق الإيمان في باطن العبد إلا بالعمل الصالح بعد الجزم في الإيقان، يوصله ذلك إلى ما وراء ذلك من المراتب ومن المناطق التي هيأها الله للمقبلين عليه للصادقين معه سبحانه وتعالى. أيها العباد، يقول المولى سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في كتابه الذي أوحاه إلى سيد المرسلين، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. اسمع اسمع، وكانوا بآياتنا يوقنون، لا ينتابهم الريب ولا الشك، لا يعرف الشك إلى قلوبهم سبيلا. آمنوا آمنوا، أيقنوا أيقنوا، صدقوا صدقوا بربهم ومولاهم، فحسن إقبالهم عليه وحسن قبولهم له منه سبحانه وتعالى. أيها العباد، على هذا اليقين درج أسلافنا الصالحون وآباؤنا الأولون وأهل المراتب العلى عند الله سبحانه وتعالى، بلغوا ذلك باجتهاد بذلوه وبجهد رآه منهم مولاه سبحانه وتعالى فوفقهم. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. والمراتب في اليقين أيها الأحباب ثلاث مراتب: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فأما علم اليقين فهو أول ما يطرق الآذان من أخبار الغيب التي لا سبيل لنا إلى معرفتها إلا عن طريق جسر الوحي الذي ينزله الله بواسطة جبريل عليه السلام
على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وبارك وكرم وشرف وعظم. فتلك السمعيات كما يعبر عنها أهل علم الكلام وأهل علم التوحيد، السمعيات ما طرق أذنك من أخبار الغيب عن الموت وعن البرزخ وعن عالم الآخرة وعن الحساب وعن الوقوف أمام الملك الوهاب وعن دخول الجنة أو النار والعياذ بالله، كل تلك الأخبار سمعيات وصلت إليك عن وحي بلغه حبيبك المصطفى ونبي الله المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قال عنه مولاه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. ألا فلتتبدد الأوهام حول التصديق في هذا الكلام، فإنه كلام من؟ كلام من؟ كلام الملك العلام، جلت قدرته وتعالت عظمته. ما الذي يعرضه علينا أهل الكفر وأهل الشقاق والنفاق من أهل المشرق أو أهل المغرب؟ ما الذي يعرضونه على عقول آمنت بالله وقلوب صدقت بوحي الله؟ ألا فلتتبدد تلك الأوهام ولتذهب تلك الآراء الفاسدة، وليستقر الإيمان في بواطننا، ولتطمئن قلوبنا بذكر الله وبوحي الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب أيها الأحباب. وقد بلغ ساداتنا الأوائل أهل الصفوف الأول ممن تبعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ممن أحكموا ولاءهم وإيمانهم وارتباطهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن عبد القيس، وهذا الكلام الذي قاله ربما نسبه من لا يحسن النقل عن العلماء إلى سيدنا علي بن أبي طالب، أو ربما حسبه وظنه حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، هو من كلام هذا الرجل الفاضل العالم الصحابي الجليل. قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، أي لو كشف الغطاء عن بصري فشاهدت الغيب ببصري ما ازددت يقينا بما شاهدته بصيرتي. إن قلبي قد رأى وإن بصيرتي قد نفذت إلى تلك العوالم تصديقا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي من حقنا أن نتقبل وأن نعانق كل ما جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التصديق والقبول، كل ما جاء به رسول الله فحق المسلم أن يصدق وأن يقبل ليرضى ويقبل عند الله سبحانه وتعالى، حتى يصل إلى مرتبة عين اليقين. فما وراء عين اليقين إلا حق اليقين، وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. والله تبارك وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل جلاله وينيب المنيبون ويخشع الخاشعون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
حفظه الله الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحانك اللهم لا نحصي ثناءا عليك، انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد اذا رضيت. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يرعى ويراعي قلب عبده المؤمن بما ينجزه من الأعمال الصالحة، وبما يأتي من القربات، وبما يقترف من الحسنات، حتى يوصله إلى المراتب العليات، يوصله إلى أهل الصفوف الأولات من أهل الإيمان وأهل الإيقان وأهل العرفان من أنبياء الله ومن رسل الله ومن أتباعهم من الصالحين من عباد الله. ثم اعلموا عباد الله أن من أقوى ما يوصل العبد إلى حضرة الله عز وجل ويفضي به إلى ساحات الرضوان الأكبر، إلى ما يحقق فيه معنى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كثرة الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين، فقد أمرنا الله بذلك قديما إرشادا وتعليما وتكريما لمقام سيدنا محمد وتعظيما، فقال من لم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد. اللهم وخص منهم أهل الخلافة على التحقيق، خليفة رسول الله ومؤازر نبيه في حالته السعة والضيق، سيدنا شيخ البركة وخليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشهيد المحراب الناطق بالصواب من وافق رأيه نص الكتاب، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله، ومن استحيت منه ملائكة الرحمن، محيي الليالي بتلاوة القرآن، ذي النورين خليفة رسول الله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله، وليث بن غالب إمام أهل المشارق والمغارب، خليفة رسول الله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعلي بفضلك ورحمتك راية هذا الدين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا أو مكرا أو خديعة أو خيانة أو مكروها، فنسألك يا الله أن ترد كيده إلى نحره وتكف عنا جميع شره. اللهم انصرنا فإنا نستنصرك، اللهم ارحمنا فإنا نسترحمك، اللهم الطف بنا فإنا نستلطف جودك وكرمك وإحسانك وبرك وامتنانك وفضلك يا الله. اللهم إنا نسألك من مقامنا هذا في ساعتنا هذه
أن تبارك لنا في جمعتنا، وأن تجمع لنا من الخيرات ما فرقته في جمع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، ووفق للطاعة أحيانا، وارحم برحمتك الواسعة موتانا. اللهم وقض حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين. اللهم رقنا في مراتب اليقين، واجعلنا من أهل التمكين وأهل الرسوخ في هذا الدين. اللهم أذهب غيظ قلوبنا، واكفنا يا مولانا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أولادنا، واحفظ أزواجنا، واحفظ منازلنا، واحفظ أدياننا من فتن آخر الزمان. اللهم لا تجعل الدنيا تطغى على قلوبنا. اللهم اجعل الإيمان مشرقا دائما في جنبات أفئدتنا. اللهم تولنا بإحسانك، وعمنا بغفرانك، واجعلنا من أهل برك وامتنانك. لا تجعلنا عبيد الامتحان، اجعلنا عبيد الإحسان. اللهم اغفر لنا ما كان، يا رحيم يا رحمن، يا حنان يا منان، يا الله. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، من يومنا هذا إلى يوم الميقات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أقم الصلاة.